السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور راك عزيز بزاف، كنت بحال البرنامج وكنت بحال البرنامج نهار الجمعة، كيعجبني بزاف الصراحة. بارك الله فيك بنتي، الله يحفظك ويرعاك. المهم أستاذ بغيت نستشر معاك، يعني عندي إن شاء الله مباراة تعليم مقبلة عليها، باقي لها تقريبا واحد الشهر. اللهم بارك يا رب. ودابا شي 3 سنين دابا وما كنتوفقش فيها. لا إله إلا الله. إيه؟ المهم كنبغينا دابا نراجع أنا وكلفت غير على قبل يعني باش نحفظ شوية، وكنحس شوية بالكسل وبحال الخوف فهمتي؟ أيها بنتي. كنتمناك تعطيني شي نصائح. واخا بنتي سكينة، الله يعطيك السعادة ويفرح الله قلبك. شكرا لك سكينة، شكرا لك. وهذه فرصة نبلغ للطلبة الجامعيين بأن الحمد لله فرص الشغل غتكون إن شاء الله بإذن الله متوفرة حسب الوعود التي سمعناها أثناء الحملة الانتخابية. وها هي دي المبادرة دي التعليم، ولوج سلك الوظيفة العمومية في التدريس وولوج المدرسة العمومية، غتفتح إن شاء الله تعالى واحد المباراة كبيرة على الصعيد الوطني من هنا الشهر. هذا الشهر هذا غادي يكون ديال الامن، هذا الشهر هذا تقريبا في حدود تقريبا 17 حتى 23 في الشهر غتكون ان شاء الله تعالى مباراه ديال الامن، مجموعه كبيره من الشباب اللي غادي يولجوا سلك الوظيفه العموميه في الامن الوطني على احتراف رتبهم. والشهر اللي بعد منه مباشره غادي يكون ان شاء الله ديال التعليم، ولوج سوق العمل. والسنوات الماضيه ربما كانت هناك بعض الصعوبات، لأن كانت هناك قلة في المناصب الشغل وندرة في الميزانية المرصودة لذلك. احنا كننتظر المفاجأة السارة التي كنا نسمعها إن شاء الله بأن غتكون الأمور ميسرة في وجه أبناء الشعب، أن الشباب يلجون هذه المباراة وغيكون واحد العدد كبير ديال المقبولين، وإن شاء الله تكون وظيفة مباشرة ومباشرة دون تعاقد ودون إجراءات قانونية ربما قد تثير استياء أبناء الوطن. طريقة سهلة بنتي سكينة هي أن الإنسان يستعد لولوج هذه المباراة بعد أن يدفع الملف دياله ويتسجل، يبدأ يستعد للنهار ديال المباراة. عادة المباريات كتكون فيها حصص كتابية وحصص شفهية أو ما يسمى بسيكوتكنيك. الكتابية كتكون عبارة عن تحرير مواضيع عامة، ولابد أن الإنسان يتمكن من اللغة العربية واللغة الفرنسية، والآن الحمد لله مطلوبة أكثر اللغة الإنجليزية لأن نظام العولمة غادي يمشي في واحد الاتجاه آخر. وحنا سمعنا بأن هناك إذاعات وطنية بدأت تعلم مبادئ اللغة الإنجليزية، ليس من باب الأنجلو ساكسونية ولا الفرنكفونية وإنما لغة العصر، وهذا يدعونا جميعا أن نهتم بالعربية لغة الآباء والأجداد ولغة التاريخ والجغرافية ولغة القرآن ولغة الوحي واللغة التي ربنا ارتضاها كي نصلي بها في صلواتنا. هذه فرصة أن الناس يهتمون بلغتهم وهي عظيمة جدا وليست ضعيفة أبدا، وإنما هناك جهات معينة أضعفتها من الداخل. أما اللغة العربية في حد ذاتها غنية، أغنى لغة في الوجود. ورحم الله حافظ إبراهيم لما قال: وسعت كتاب الله لفظا وغاية ولم أضق به عن آي وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. قالوا بأن هي لغة أدب
وليست لغة علم ولا تكنولوجيا ولا بيولوجيا ولا فيزياء، لا، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وكيف أضيق اليوم عن تنسيق أسماء لمخترعاتي. إلى أن قال: أنا الدر في أحشائه كامن، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. الطريقة بنتي تمتلكين زمام اللغة إما العربية والفرنسية، يكون عادة تحرير، ومن خلال التحرير يقدر لجنة التصحيح يعرف مستواك في الكتابة وفي منطق التفكير، ومن ثم تعطى لك نقطة في مادة الكتابية حسب الاختيار. بعد أن تنجح في الكتابي غدوز المستوى الشفهي، كل لقاء مع مجموعة ديال الأساتذة المختصين في لجنة التحكيم، وكيسولوك ثقافة عامة، وأيضا في المادة التي مختصة فيها، إما في الفيزياء، إما في الرياضيات، إما في اللغات الأجنبية، وإما وإما. وبعد ذلك هناك بعض الوظائف الخاصة كيزيدوا واحد القضية اسمها بسيكوتكنيك، كيشوفوا الحضور القوي، الشخص كيف هو، اللباس ديالو، الهندام لابد أن يكون محترم، وأن يكون ليس أن يكون عصري مفرق على الألوان، ولا أن يكون قاتم تقليدي، وإنما يكون عصري متواضع أنيق. والوقفة ديالك أمام اللجنة كتكون أيضا وقفة فيها حضور، ما نخافش، ما نبينش الخوف، وما نبينش كذلك الجرأة، يعني ما نكونش جريء وما نكونش خواف، نكون دايما بين خير الأمور أوسطها، ونكون مبتسم وعندي ثقة بالنفس، لأن هذه على نقطة الهيئة والشكل. وهكذا إن شاء الله تعالى يكون خير بإذن الله الواحد الأحد. كنطلب الله سبحانه وتعالى أن المسؤولين على قطاع التوظيف في البلاد أنهم يفتحوا الأفاق للشباب من أجل الشغل ومن أجل العمل، وإعادة النظر في مسألة التقاعد، لأن هناك من كبر عليه أن يذهب يرتاح، ونترك الفرصة للشباب لكي يجدوا مجالا للعمل. والمتقاعد لا أقول له تقاعد في 60 وسير المقهى وسير الناس، لا، أنه يتفرغ للعمل الاجتماعي والجمعوي، جميع يسمى متفرغ وليس متقاعد، يعني 60 بركة عليه، فوق 60 غادي يكون غير في الإدارة أو في المؤسسة أو في أي مكان، كيبان كيدي مع غير الدواء، وكيبقى يتسنى الأجال ديال الأطباء. بعد 60 خلوا الناس يمشيو يرتاحوا باش نفتحوا الفرصة للشباب يخدم، وهذوك الناس اللي غيمشيو يرتاحوا ماشي يرتاحوا، وإنما يقدموا خدمة للمجتمع، أنهم ينخرطون في إطار العمل الجمعوي والتربوي والإنساني، لأن متفرغين وعندهم الحكمة، وكيبغي يدير واحد العمل لله، لأن كيكون عارف راسه بأنه قرب يودع، وكيكون ديك الساعة فيه الإخلاص، وكيكون فيه المثابرة، وكيكون كيقدم النصيحة صادقة. وهكذا غادي يكون مجتمعنا إن شاء الله إلى الأمام. أسأل الله تعالى بنتي سكينة أن يعطيك النجاح والفلاح والصلاح، وأن يوفقك في هذه المباراة وتكوني ناجحة بإذن الله، أنت ومن معك، آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.